طيب خلونا بقى نقف شوية عند الجو وحالة الطقس. احنا اتخدعنا يا حضرات، يعني في وقت من الأوقات من حوالي 10 أيام كده كان الجو ابتدى يبقى لطيف جدا، يعني رجع بينا شوية للذكريات الصيف الحلو اللي مقدور عليه بتاع زمان. وقلنا بس يعني أغسطس بقى يعني هيبقى أسعد حالا من الشهر اللي قبليه، لكن برضو رجعت نسبة الرطوبة ترتفع ونحس معاها برضو بارتفاع درجات الحرارة. على كل الأحوال تعالوا نشوف من خلال التقرير ده درجات الحرارة النهاردة وصلت لكام في كل الأيام القليلة القادمة إن شاء الله. أنا معايا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. يا صباح الفل على حضرتك يا دكتورة منار، وأهلا بيكي معانا في 10 الصبح في الأهلي. صباح الفل على حضرتك أستاذ كريم، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك يا فندم. يا ترى متوقع كده إن شاء الله من هنا لغاية مثلا كم يوم اللي فاضلين على نهاية شهر أغسطس والأسبوع الأول مثلا من شهر سبتمبر، متوقع كده إن شاء الله تكون حالة الطقس عاملة إزاي؟ هو طبعا احنا بدأنا نشعر بارتفاع درجات الحرارة منذ عدة أيام، خاصة ارتفاع نسب الرطوبة، يعني في ارتفاع في نسب الرطوبة بشكل كبير، لأن في امتداد لمرتفع جو الطبقات الجو العليا بيحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، فده خلانا نحس بارتفاع نسب الرطوبة بشكل كبير، وكمان قيم درجات الحرارة أعلى من القيم اللي احنا كنا بنسجلها خلال الأسبوع الماضي بحوالي درجتين، يعني احنا متوقع اليوم عظمى على القاهرة الكبرى تكون 35 درجة مئوية في الجري. نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة هنحسها لو تكون 38 وممكن كمان 39 درجة مئوية نتيجة وجود نسب رطوبة بشكل كبير في الجو، أجواء حارة راكبة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري خلال فترات النهار، أيضا أجواء شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية الشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ده فترات النهار، كمان فترات الليل مع هدوء سرعات الرياح هتخلينا نحس بنسب الرطوبة الموجودة في الجو، فنحس كمان إن في ارتفاع في درجة الحرارة فترة الليل، أجواء نقدر نقول مائلة للحرارة راتبة فترات الليل في معظم أنحاء الجمهورية، وده هيكون معانا على مدار هذا الأسبوع، يمكن إحنا على مدار هذا الأسبوع أغلب الأيام هيكون في ارتفاع في قيم درجات الحرارة وارتفاع في نسب الرطوبة، لكن احنا الحمد لله مش ارتفاعات ملحوظة، يعني ارتفاعات اعلى من المعدلات بحوالي من درجتين لثلاث درجات مش ارتفاعات ملحوظة، بس هي نفس هذه الاجواء اللي فيها ارتفاع في الرطوبة وارتفاع في قيم درجات الحرارة يمكن ان شاء الله بس وقعها اقل شوية من شهر سبعة مش كده برضو؟ اه طبعا، احنا شهر سبعة كنا بنسجل قيم درجات حرارة 38 و40 درجة مئوية، صحيح قيم درجات حرارة ورطوبة كمان كانت بتخلينا نحس 44، فطبعا اقل بكثير من شهر سبعة وكمان مش هتستمر مده طويله، يمكن احنا بعض الايام كانت بكره ان شاء الله متوقع ان العظمى على القاهره الكبرى تكون 34 درجه مئويه، هو الاسبوع ده هنحس فيه شويه بارتفاع الحراره عن الاسبوع الماضي، بس ان شاء الله متوقع مع نهايه الاسبوع يكون في نشاط للرياح يخلينا نحس بنسب رطوبه اقل وتحسن في الاحوال الجويه فترات الليل تحديدا وكمان فتره الصباح الباكر، مع بدايه تسعه ان شاء الله اللي هي متوقع مع بدايه الاسبوع اللي جاي تبدا درجات الحراره ان شاء الله تتجه نحو الانخفاض،
كمان نسب رطوبه تدريجي بشكل كبير تدريجي تبدا تقل، لان احنا خلاص بقى ان شاء الله في شهر 9 بنقترب من بدايه فصل الخريف، ومعروف ان الخريف بيحصل فيه اعتدال بشكل كبير في قيم درجات الحراره وفي اعتدال كمان في نسب الرطوبه. يعني احنا دايما في شهر 9 بنلاقي ايام فيها انخفاض وايام فيها ارتفاع. ده في اخر كام سنه يا دكتوره منار وانت ست عارفين، لان كان زمان شهر 9 ده كان دايما حتى بيتزامن مع بدايه يعني موسم دخول المدارس. انا فاكر كنا لابسين جيليهات وبلوفرات رفيعه يعني خفيفه كده، لكن دلوقتي شهر 9 ممكن لغايه اخره في اجواء حاره برضه. اه بالفعل انا فاكره كويس جدا ان احنا كنا بنيجي على شهر 9 وشهر 10 نبتدي الملابس الشتويه بالزبط. لكن هو في اخر 5 أو 10 سنين بدانا نحس ان يعني الصيف يستمر معانا شويه في فصل الخريف، وده احنا دايما بنقولها ان الفصول الانتقاليه زي الخريف والربيع بياخدوا بعض السمات القبليه والبعديه، يعني فصل الخريف النص الاول منه بياخد بعض سمات فصل الصيف، فنبدا لسه في النص الاول ناخد بعض السمات اللي هي فيها ارتفاع في درجات الحراره، ممكن بعض الايام يكون فيها رطوبه، لكن مجمله ان شاء الله يكون في اعتدال عن كمان شهر 8 وشهر 7. يعني شهر 9 تحديدا المعدلات الشهريه فيه بتبقى اقل من شهر 8 ونسب الرطوبه كمان بتبقى اقل، بس يعني هنلاقي في ايام بيبقى فيها موجات ارتفاع في درجات الحراره، ده اكيد مش ما فيش انتهاء لموجات ارتفاع في درجات الحراره في شهر 9، لان لسه الصيف موجود. احنا متوقع رسميا ان شاء الله نهايه فصل الصيف 22/9، بدايه فصل الخريف 23/9 باذن الله. السبوره المائيه واضحه معانا بشكل كبير خلال فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه. لازم نخلي بالنا قائدي المركبات والمسافرين على طرق فتره الصباح الباكر لازم تكون القياده بهدوء تام. يمكن فرص الامطار اللي موجوده معانا خلال هذه الايام هي فرص امطار خفيفه ما بتاثرش تماما على اي اعمال انشطه يوميه ومفيش منها قلق. هنلاقيها في بعض الاماكن من جنوب سيناء، بعض الاماكن من حلايف 30، ويمكن كمان بعض الاماكن من شمال الدلتا او السواحل الشماليه، لكن في مجملها هي فرص ضعيفه الامطار خفيفه، نسب الحدوث بتبقى ضعيفه كمان معاها. مش غريبه شويه اصلا فكره ان سقوط امطار في الاجواء الحاره ونسب الرطوبه العاليه دي؟ في بعض المناطق من الجمهوريه بتتاثر بالكتل الهوائيه القادمه من على البحر المتوسط مع وجود منخفض جوي. بعض المناطق من يعني احنا بنقول مناطق معينه من شمال الدلتا، يعني النهارده السواحل الشماليه الغربيه مطروح والسلوم فيها فرص للامطار، لان هم بيتاثروا بكتل هوائيه او توزيعات ضغطيه غير اللي بتاثر على باقي قطاعات الجمهوريه. المنخفض الجوي ده ممكن يعمل على وجود السحب المنخفضه المتوسطه بيبقى فرص امطار، لكن فرص الامطار بتبقى ضعيفه، يعني حتى لو حصل سقوط امطار بتبقى نقاط بسيطه جدا، ما بتبقاش كميات امطار عاليه. وسبحان الله يعني المنطقه دي عموما منطقه السلوم وسيدي براني وصحراء مطروح وصحراء براني كمان، ده رزق الناس اللي عايشه هناك، وحضرتك عارفه ناس كتير قوي من الاسر المصريه عايشين هناك على الابار، ابار تجميع مياه الامطار، فده بدايه مبكره لموسم سقوط الامطار، رزق للناس دول. طيب برضه عايز اسال حضرتك على حاجه ليها علاقه بفكره تغير المناخ واللي طبعا كلنا بقينا شاهدين عليه ونبصم عليه بالعشرة اخر 5 6 7 سنين بصفه خاصه، بنشوف صيف استثنائي وبنشوف شتاء استثنائي كل سنه. هل متوقع ان الشتويه اللي جايه ان شاء الله برضو نحضر من خلالها عواصف استثنائيه، اعاصير استثنائيه، امطار رعديه بشكل استثنائي، اي شكل يعني صارخ شويه او يعني اكستريم شويه من مظاهر الشتاء متوقع ان احنا نشهده ان شاء الله؟ هو متوقع خاصة لأن خلال هذا العام احنا بيأثر علينا ظاهرة النينيو، وظاهرة النينيو مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة العالمية، ومع الاحترار ده اللي بيحصل ده أكيد هنشوف في الفصول المختلفة تطرف مناخي بشكل كبير، يعني هنشوف عمق ظواهر جوية هنشوفها في فصل الخريف وهنشوفها كمان في فصل الشتاء، ممكن نشوف في بعض الحالات كميات الأمطار أعلى من المعدل بشكل كبير، هنشوف نوبات طقس جامحة أو ظواهر جوية عنيفة، ده متوقع إن شاء الله في فصل الشتاء، يعني بسبب طبعا الاحترار العالمي وبسبب تاثير ظاهره النينيو اللي بتاثر علينا تحديدا خلال هذا العام. عموما ربنا يصلح الحال ويعديها على خير. انا بشكر لحضرتك وجودك معانا النهارده، شكرا جزيلا دكتوره منار غانم على هذه المشاركه وهذه التغطيه الوافيه والكافيه كالعاده. يعني اتمنى بقى يعني واحنا لسه شويه اهو يعني لسه شويه حلوين على بدايه موسم الشتاء، وزي ما سمعنا من دكتوره منار والى حد بعيد الحقيقه كلامها كان متوقع وفي جهات كتيره بتتكلم عنه بقالها فتره،
فكرة إن إحنا نكون مستعدين بقى، يعني كل الجهات المعنية، كل الكيانات اللي ليها علاقة بشكل مباشر بالتعامل مع المواطنين، الطرق والأنفاق والكباري ومسألة المية وارتفاع منسوب المياه في الشوارع وقت سقوط الأمطار الغزيرة دي، كل دي حاجات المفروض نكون اتعلمناها وتعلمنا منها السنين اللي فاتت عشان نتحاشاها فيما هو قادم، ونكون جاهزين من أولها لاستقبال شتوية استثنائية، وربنا يسترها علينا جميعا إن شاء الله.